يبقى إخواني ينبغي أن يكون للمرأة مروءة. ترى الواجب الشرعي شيء والمروءة شيء. يعني حنا الآن يا الرجال ما عورتنا أمام الرجال. ها يا شيخ عبد الله، من السرة إلى الركبة، لكن السرة إلى الركبة. نعم، لكن الناس يلبسون من الرأس إلى الرجلين. أي هذه العورة من السرة إلى الركبة، لكن نعم. المروءة لو جاء باسر للدوام وراح رحنا كلنا للدوام من السرة للركبة. أي نعم. والله يا نشتري في العالم كله، فهمت ولا لا؟ صحيح. نعم. ونصير ضحوكة. هي إخواني بعض البنات الآن تجي في الزواج وظهرها قاعد بس ساتر تبس الصدر هذا، والأمور قاعدة وتداود. والله يا إخواني هؤلاء البنات صدا عن أنفسهم أبواب من الخير. تجد الولد يقول عنده الأفلام بنت، تقول أختي لا 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 لا، والله شفناها في الزواج مهبولة، والله نضيع عليك فلوسك. قبل صدرها قاعد وظهرها قاعد، والذي ما تصلح ربة بيت ذي ما تصلح. فيذنون عنها، والسبب ماذا؟ ما ظهر منها. ترى يا إخوان الإنسان هو اللي يعني يعرض الناس لمدحه أو ذمه، هو اللي يعرض نفسه. فكثير من البنات الله يصلحهن ويبارك فيهن إذا شافوا أن الحريم العاجلات والبنات العاجلات ما يشيرون على أخوانهم يأخذون، لا 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 تأخذ، شايفينها مسلطة مبهدلة، ما تصلح لك ذي، ما تصلح لك. أو أحيانا يقول هذه ترى متقطعة، أنا شايفة بيت العروض ظاهرة محتجبت، ظاهرة دلعت سدى، ما تصلح لك. فيصير عمل هذا سبب في نفرة الشباب الطيب منها.